بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعين عبر قناتكم قناة الأردن الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى المباراة الختامية للبطولة الدولية الرباعية التي ستجمع بعد قليل منتخبي قطر وإيران هنا للدورة الودية الرباعية. قطر بتشكيلة مكون من مشعل برشب في الحراسة، في خط الدفاع أمام الأمين سلمان طارق، أحمد سهيل، بسام الراوي، في خط الوسط أحمد فتحي، عبد العزيز، حاتم المعز علي. تنفذ والمحاولة الرأسية وتعود على الطائر الآن هذه التمريرة، منتخب إيران بالهجوم، فرصة الآن ذهبية ولكنها بجوار المعنى. الآن كرة معادة وتمريرة على الطائر أيضا مقطوعة وتسديدة على الطائر ولكنها ذهبت. كرة الآن لمنتخب إيران بالهجوم، تمريرة الآن القصيرة والعودة للخلف، محاولة التسديد وبالجوار القائم. قد تكون آخر المحاولات ولكن الصفرة تأتي الآن أعزائي المشاهدين، تضع حدا لنهاية أحداث الشوط الأول بتعادل سلبي بين منتخبي قطر وإيران في المباراة الختامية للبطولة الدولية الرباعية. هجم الآن لمنتخب الإيراني، محاولة التسديد وكرة والتصدي مهيبي محمد، الآن ركنية على العمود البعيد، كرة بالرأس والهدف الأول، هدف أول لمصلحة المنتخب الإيراني عن طريق اللاعب البديل محمد حسين. محمد حسين اللاعب البديل، كرة بالرأس، يتقدم لوحده خال من الرقابة ويضعها داخل الشباك القطرية، هدف أول في حوالي الدقيقة 69. هذه الإعادة، نشاهد الركلية لوحده اللاعب البديل محمد حسين، مثالية للمنافسة على لقب هذه البطولة. الآن هجم الآن منتخب الإيراني، الهجوم عكس الكرة والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق جهان علي رضا، جهان علي رضا في ظرف ثلاث دقائق يضيف الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الإيراني بكرة أرضية على يسار الحارس مشعل برش. نشاهد مرة ثانية، نشاهد الكرة من الجهة اليسرى والتمريرة والتسديدة من جهان علي رضا، ويسجل هدف التعزيز للمنتخب الإيراني، يتقدم الآن على فعالية أكثر لمنتخب إيران في الشوط الثاني. تقدم الآن عكس الكرة وعلى الطاير والهدف الثالث، على الطاير والهدف الثالث لمنتخب إيران عن طريق نجم نادي روما سردار، يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75. هدف في كل ثلاث دقائق في الفترة الماضية، هدف في الدقيقة 69، هدف في الدقيقة 72، وهدف ثالث في الدقيقة 75. شاهد الكرة على الطاير، يسدد اللاعب سردار، سجل في تلك المباراة أيضا مهدي طارمي ومهردان. الهدف الرابع الآن، الهدف الرابع أيضا عن طريق البديل محمد حسين. محمد حسين كما سجل الهدف الأول يسجل الهدف الرابع بنفس الطريقة، ركنية ورأسية، ركنية ورأسية. شاهد التحريك والتسديدة والتصدي على التسلل، ركلة حرة غير مباشرة. الآن أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، نهاية أحداث هذه المباراة والبطولة بشكل عام بتتويج المنتخب الإيراني بطلا للبطولة الدولية الرباعية بعد فوز كبير وصريح على منتخب القطري في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون مقابل.